عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا وشوطنا الحادي عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه يحمل منافسات الابكار المحليات. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة نسير مع رسالة اللي على المركز الاول لسلطان بن علي برويشد النيادي من ياتي على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك الحضور والانطلاق على المركز الثاني في هذه اللحظات. تأتي زعفرانة لسليم بن حمد بن سالم الدرعي، بينما المركز الثالث الحذرة القادمة بشعار مسلم بن سالم بن ناصر العامري، بينما المركز الرابع عرقه القادمة لسعيد بن خويد بن منيظرة العامري يأتي مع المركز الرابع. انتقل إلى المركز الخامس وأتحول هناك مع الأداء، هنا مع الانطلاق مع مذهل السهيل بن حمد بن مرزوق العامري، بينما سادس المراكز قماري احمد بن سيف بن عبد الله الناصري يتقدم مع قماري ويتحرك بأدائه الكبير بمنافسة هذه التحديات الجميلة والانطلاقات الممتازة، بينما الحضور هنا والتواجد مع الانطلاق المتميز هنا مع هذه الاندفاعة الكبيرة. كما نذكر ايضا مشاهدينا الاعزاء بان الحاصل على المركز الثالث بالشوط التاسع للقاية المحليات كانت وسيلة لمبارك بن راشد بن حضيرم الاكتبي، وسيلة لمبارك بن راشد بن حضيرم الاكتبي هي من انتزعت المركز الثالث في شوطنا التاسع. هكذا متابعينا وجب التنويه في هذا الانطلاق، ولكني بعود الى المركز الاول، بعود الى الحذرة اللي على صدارة هذا الشوط لمسلم بن سالم بن ناصر. بالمرة العامري هو من يأتي على المركز الأول ليقدم هذه الاندفاعات الجميلة، بينما خيال لجمعة بن عبيد بن محمد الراشدي يتقدم على المركز الأول لينطلق بصدارة هذا الشوط ليتحرك على المنطقة الأولى، المنطقة المستهدفة من لدى الجميع من خلال هذه المنافسات العملاقة التي تسير بأسمائها الكبرى بأسمائها العملاقة. ولكن وصلت وتحركت هنا رسالة اللي على المركز الثاني، هنا رسالة لسلطان بن علي برويشد النيادي على المركز الأول، غيرت أيضا وانتزعت المركز الثالث هي الحذرة مسلم بن سالم بن ناصر بالمر، بينما المركز الرابع هذه هي مذهلة القادمة بشعار سهيل بن حمد بن مرزوق العامري، والمركز الخامس خامس المراكز مزون لسعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، بينما الرباط تاتي على المركز السادس في هذه اللحظات لراشد بن سالم بن علي الغيلاني ياتي على المركز السادس. المركز السابع الوصول والانطلاق من العاصمة لحمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري يتقدم بالعاصمة، بينما المركز الثامن هنا الحضور من عرقة لسعيد بن خويد بن منيظرة العامري، وتحركت أيضا احتياط لسعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري يتحرك باحتياط ويتقدم. هنا السرية الواصلة لهلال بن سعود بن حميد الدر
الفرعيات بالسرية الواصلة، ولكن الألف ومئتين الأخيرة المتبقية من نهاية هذا الشوط من خلال هذه الأسماء التي تندفع، التي تتحرك، التي تبحث عن كلمة الناموس الذي يطمح ويطمع له الجميع. الكيل الأخير ومذهلة، مذهلة يا مذهلة، هنا على المركز الأول لسهيل بن حمد بن مرزوق العامري، ولكن القدوم من خيال جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي، وتحركت هنا مزون خاطفة العيون متقدمة بأديها الكبير سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، يأتي من خلال هذه المنافسة. وتحركت سرابة لسحيم بن صالح بن نايف المري، يتحرك الغيلاني ليقدم لنا الرباط الواصلة بشعار راشد بن سالم بن علي الغيلاني. يا سلام يا سلام المنافسة، يا التحدي الكبير ما بين الكبار، ما بين الكبار، ما بين العمالقة. الغيلاني الغيلاني يتحرك بالرباط ليقدمها راشد بن سالم بن علي الغيلاني. ما شاء الله، راح 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 الغيلاني مع الفوز. سلام جعلان، سلام سلام بو محمد، سلام على هذا الإنجاز الجميل الذي يقدمه هنا راشد بن سالم بن علي الغيلاني. سلام الرباط، سلام. المركز الثاني مزون سعود بن عبد الله بن سعود بن سعيد بن يروان الشامسي. المركز الثالث كانت المركز الثالث وصلت فيه الحضرة لصباح بن قلاد بن سعيد العفاري. كانت بالمركز الرابع هي مذهلة لسهيل بن حمد بن مرزوق العامري، والمركز الخامس الحضرة لمسلم بن سالم بن ناصر بن مر العامري. إذا متابعينا الكرام شهدنا منافسة رائعة، وكانت الرباط لراشد بن سالم بن علي الغيلاني هي بطلة لناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني 7:34 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما أتت بالمركز الثاني كانت مزون لسعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، وتوقيتها الزمني 7:37 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أتت بالمركز الثالث الحذرة لصباح بن قنازل بن سعيد العفاري، والتوقيت الزمني 7:37 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد مع انطلاقة